هيحصل فيها ايه محدش لسه عارف، لسه يوم 17، على الرغم من ان هناك اخبار ان من الممكن ان تكون هذه المباراه يوم 15. دي اخبار ومصادر انا عارفها يعني من بره، ملهاش علاقه ولا بالنادي ولا باي حاجه، لكن انا بتكلم عن اخبار من مصادري انا الشخصيه، ان من الممكن جدا ان المباراه النهائيه يتم تقديمها، او انا اسف تبقى قبلها بيومين، يعني تبقى يوم 15. هل النادي الاهلي مش عارف الحقيقه ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، ولكن طبعا اول ما هيكون قرار، هناك قرار رسمي بهذا الامر من خلال البيت الكبير ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي حضراتكم هتعرفوا، واحتمال ايضا يكون في المغرب برضو تواجد جماهيري قليل جدا، لكن من الممكن جدا ان تجد تواجد جماهيري. لسه الكلام ده بيطبخ في المطبخ، يعني لسه في مطبخ الاتحاد الافريقي لكره القدم، فلسه الحاجات دي احنا عرفنا بعض الكلام كده. فانا من مصادري الشخصيه بعيدا عن النادي وبعيدا عن اتحاد الكوره وبعيدا عن الكلام ده كله، لكن دي من مصادر شخصيه ليا انا يعني.